أستاذ نظير مجلي، هل يعني ما الذي يحدث في ذهنية نتنياهو؟ واسمح لي أناقش الأمر على مستوى نتنياهو وليس على مستوى إسرائيل، لأنه فعلا بعض الكتابات تقول نتنياهو هو الذي يريد أو هو الذي يسعى هو الذي يخطط. يعني هل نتنياهو يريد فعلا استدراج إيران إلى فخ أوسع وأكبر من إيران للتخلص من المشروع الإيراني النووي بشكل أكبر؟ يعني القضية ليست أكبر من غزة وأكبر من حماس وأكبر من كل هذه الأشياء، وإلا ما كان اغتال إسماعيل هنية في داخل طهران، يعني كان ممكن يغتاله في أي مكان آخر. يعني مرحبا بك يا دكتور محمود وبضيوفك الكرام وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. أجل نتنياهو يريد استدراج أولا الولايات المتحدة، يريد أن يضمن أن تكون الولايات المتحدة في الجبهة معه ضد إيران، لأنه يعرف أن إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني، وربما لا تستطيع لوحدها أن تدخل في حرب مع إيران. والصحيح أنه لكي نتحدث بشكل دقيق عن إسرائيل لا ينبغي أن نكتفي بنتنياهو. نتنياهو في نهاية المطاف هو القائد السياسي لإسرائيل الذي يتبنى ويتحمل مسؤولية ما تفعله القيادات العسكرية، والقرار في الواقع هو قرار القيادة العسكرية، هي التي قررت أن تغتال هنية في هذا الوقت بالذات. ونتنياهو صادق على ذلك، صادق على ذلك يعني من دون تردد، ولكنه ليس المبادر للموضوع. القيادة العسكرية في إسرائيل فعلت ذلك لحساباتها الداخلية الإسرائيلية، لأن هيبة الجيش الإسرائيلي انهارت فهي تحاول أن تستردها. والآن عندما وقع الفأس في الرأس أصبحت إسرائيل وإيران كلاهما في أزمة. إيران مهما ردت على إسرائيل لن يكون مقنعا ردها، ولن يكون مقنعا بأنه هذا هو الرد الخطير الذي تحدثوا عنه، لأنه يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الرد على الرد. والرد على الرد في هذه الحالة هو ليس معنيا بانفجارات كبيرة الإيراني، وخصوصا وأن الساحة الإيرانية يعني جزء من ساحة الحرب عليه، قتاله هنية من داخل إيران وهو لا يعرف ماذا يخبئون له أيضا من داخل إيران، ولهذا هو سيكتفي بضربات عسكرية لمناطق عسكرية باعتقادي، أو هذه أيضا التقديرات في إسرائيل. ربما يبحث عن شيء رمزي، مثلا في الحرب في 13 نيسان عندما قامت الهجمة الكبيرة أصابوا قاعدة عسكرية لسلاح الجو اسمها نباتين، هناك توجد اليوم تربخ طائرة رئيس الحكومة مثلا، يمكن أن يضربوا طائرة رئيس الحكومة وتكون تلك ضربة رمزية في قاعدة عسكرية، ويمرون على ذلك. السؤال هل كيف من سيرد أيضا ومن سيتصدى للضربات الإيرانية؟ فهذه ليست إسرائيل لوحدها بل أيضا الولايات المتحدة أيضا.